هندخل في الموضوع على طول، وانا عايزه اعرف منك هل الجلد والبشره والشعر ليهم علاقه بجهازنا المناعي؟ طبعا طبعا, طبعاً. شوفي بقى يا ستي، القصه كلها كده طلعت ان التغذيه والمناعه والفيتامينات وهي اساس كل شيء، تمام؟ يعني انا ما كنتش لما جت يعني لما حصلت على دبلومه التغذيه والمناعه ما كنتش متخيله قوي ان هي بتلمس مع الجلديه، على قد ما هي ليها علاقه ايام علاجنا وتطوعنا في علاج الكورونا والفيروسات والكلام ده كله. ولكن اتضح امر بقى ان فعلا المناعه والفيتامينات والتغذيه ليها كل الفضل على المشاكل، يعني بعض المشاكل الجلديه اللي ممكن تحصل للشخص، تمام؟ بدءا من قشرة فروة الراس، تمام، لغاية يعني الإكزيما ولغاية الالتهابات والتشققات اللي ممكن تحصل في الجلد والعجز والتجاعيد والخطوط والشيخوخة والأمراض زي ما حضرتك ذكرتيها زي البهاق اللي ممكن يحدث عند الأطفال من عمر بسيط قوي، ما حدش يتخيل ان الطفل ممكن عنده بهاء وهو لسه عنده 6-7 سنين، ودي حالات بنشوفها، او صدفيه برضو عند الطفل برضو نفس السن، ودي حاجات بقى انا شفتها من كثره الحالات اللي بنشوفها. ولما اشتغلنا عليها فعلا ببند التغذيه والمناعه واعطاء الجسم احتياجاته من الفيتامينز الهامه والمعادن الهامه، فعلا اتضح، والتغذيه السليمه اتضح فعلا ان العلاج الاساسي هو من الداخل وليس من الخارج بالمستحضرات اللي هي اللي بنقول عليها التوبيكال او اللي هي الموضوعيه فقط لا غير. ففعلا المناعه ليها كل الفضل. ممكن بقى نتطرق ان احنا مثلا لو جينا اتكلمنا مثلا يا لو جينا قلنا مثلا البهاء مثلا، تمام، او ايه اللي بيسبب البهاء. بنيجي مثلا نقول دايما ان الامراض المناعيه او الامراض الجلديه اللي زي البهاء والصدفيه والكلام ده كله ممكن يبقى ليها علاقه، ممكن يبقى ليها علاقه، حد ممكن يقول لك انا لما زعلت او تعرضت لمشكله نفسيه صعبه او صدمه عصبيه او حاجه معينه حصل ان انا لقيت جسمي بدا يبقى ابيض، او ممكن يكون سوء تغذيه، او ممكن يكون ايه يعني جيني او كده. ففعلا لقينا ان جزء كبير جدا مناعي، لو الانسان ده مناعته اصلا سليمه وتغذيته سليمه وما عندوش اي مشكله، تمام، عمر برضو ما العرض النفسي هيقدر يتملك من الجسم، تمام. فالمناعه لما تبقى قويه وتغذيه الانسان او الطفل تبقى سليمه وعنده احتياجاته اللازمه من يعني الفيتامينات الهامه مثلا زي الفيتامين د او الفيتامين اي او الفيتامين اي او الفيتامين سي او الحاجات اللي خاصه بالبشره بالذات او الجلد بالذات، بنبقى والزنك طبعا بنبقى مدعمين جدا صحه الجلد. بس يعني المناعه ليها علاقه بشكل وثيق جدا بالامراض، ليها كل الامراض الجلديه، ليها كل الفضل حقيقي في حاجات كتير، مش بس المشاكل الجلديه او المشاكل الخاصه بالشعر، ولكن في كل جسمنا. واحنا متهيألي عرفنا ده كويس قوي فتره الكورونا، بالظبط، يعني بقينا عارفين قيمه واهميه مناعتنا او جهازنا المناعي. بالظبط. طيب ايه المشاكل او الامراض المناعيه اللي ليها تاثير على الجلد؟ يعني احنا اتكلمنا او لسه هنتكلم على البهاء، قولي لي ايه المشكله المناعيه اللي ممكن تخلي الشخص يعاني من بهاء؟ ما انا قلت لحضرتك، بصي بقى، اولا زي ما اتفقنا كده مفيش شخص بيتطرق او بيهاجم عليه مرض جلدي الا لو هو عنده اصلا استعداد وعنده سوء تغذيه وعنده سوء ايه او زي ما بنقول كده مال نيوتريشن، يعني سوء تغذيه، وعنده المناعه بتاعته اصلا مش تمام. هديكي مثل بسيط ويمكن مقرب قوي للناس، يعني بما ان في ناس كتير او ما فيش عيله بتخلو من مريض سكر مثلا، فدايما مريض السكر نلاقي عنده ايه؟ الجلد عنده معرض جدا لاي اصابه فيروسيه او اي اصابه فطريه، تمام؟ حتى نقول دايما ايه؟ دايما الاطراف بتاعت مريض السكر، الاقدام، الايدين، ممكن مريض السكر يتجرح او يحصل له مشاكل في القدم وتؤدي الى قدم سكري، وتؤدي بعد الشر الى بعض الناس لحاجات صعبه جدا، الى بتر وكلام زي كده، لان مريض السكر اصلا مش شاعر ان ايه؟ ان هو عنده مشكله او ما حسش ان هو اتجرح او اتعور او كلام زي كده. طب ايه علاقتها برضو احنا نيجي نقول طب ايه علاقتها ان هو انجرح وهو مريض سكر؟ ليه؟ هو السكر بيعمل ايه مثلا؟ هنيجي نشوف ان السكر ده بيعمل التهاب اعصاب شديد او اثر جانبي من مرض السكر، او هو اخطر عرض. عشان كده المريض لو اتصاحب على المرض بتاعه، تمام، وصاحبه كده وعارف الداء بتاعه ان هو ممكن يعمل التهاب اعصاب او كلام ده، واشتغل على كده وعارف ان ممكن يحصل التهاب اعصاب في البصر، او ممكن يحصل التهاب اعصاب في الاقدام والاطراف، وممكن يبطل يشعر بلمس اي شيء او كل الكلام ده، او بروده في الاطراف او كل الكلام ده، ما هو دي مناعه بقى. فده ناتج عن ايه؟ التهاب اعصاب،
ونقص بالفيتامين A ب، تمام؟ طب لما نيجي المريض يلتزم بان هو جرعات فيتامين ب او البي كومبلكس اللي هي الب المركب، يبقى بياخدها بالتزام وبانتظام وبياخد الدواء بتاعه بتاع التهاب الاعصاب وكل الكلام ده، ما يعرضش نفسه ان هو ايه يحصل له اي جروح او كلام زي كده، تمام؟ ويقدر يلحقها ويعقمها ويقفلها. طب لو ما حصلش هذا الكلام، المناعه ضعيفه لان في نقص فيتامينات وفي حاجه فيها خلل، فالنتيجه بتبقى ايه؟ ان هذه الجروح او الخدوشات او تشققات في القدم او في الكعب او ايا كان، تمام؟ اللي يحصل ينتج بقى جروح وينتج بقى بكتيريا وصديد، هنا بقى المناعه اهو. طب المناعه ليه يا دكتور هنا ما حربتش؟ تمام؟ ما قفلتش ليه على الصديد او البكتيريا او الكلام ده كله؟ لانها فيها مشكله، تمام؟ ويفضل بقى الصديد او البكتيريا او الكلام ده كله او الفطريات، تمام، تتعمق في هذه الاجزاء لغايه بقى ما تعمل ايه الحاجات اللي بنسمع عنها بعد الشر، الغرغرينا والقدم السكري والكلام ده كله. عشان كده يبقى احنا لو جينا برضو رجعنا هنلاقي ان المصدر ايه؟ مناعي ونقص في الايه؟ في بعض الفيتامينات اللي ادت الى هذا. طب واللي ملتزم واللي بياخد باله واللي حريص على تنشيف الاقدام بعد الوضوء او بعد غسيل الاقدام او غيره او غيره او غيره، خلاص مش هيدي فرصه. تحس كده؟ طيب دكتور، ايه المشاكل التانية اللي ممكن تحصل لنا في جلدنا نتيجة الأمراض المناعية؟ احنا كلمنا في البهاء، هل الصدفية من المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة خلل في الجهاز المناعي؟ طبعا طبعا. برضو الصدفية هنرجع نقول ان حصل خلل في مناعة الجلد، تمام، ان هي ما حربتش. جه الصدفية دي بتبقى هنقول ان هي يعني بتطرق شوية تحت الفطريات، تمام. طب احنا دلوقتي مناعة الجلد اصلا ربنا خلقها لنا قوية، بس هنقويها ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي الجلد ده، هو ده حصن ربنا خلقه لنا، حصن باب اول كده يعني مناعي، تمام. طب انا دلوقتي لو انا مش محافظة ما اديتوش حقه، تمام، وحقه ده اللي هو اكله، طب ايه اكل الجلد؟ هقول لك حاجة، خلينا نعرف ازاي نقوي او نعمل حصن على جلدنا عن طريق التغذية، بس بعد تليفون استاذ. تمام استاذ عبد الله. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ عبد الله، اتفضل. لو سمحت كنت عايز اسال الدكتوره، بالنسبه لو انا عايز اقوي مناعتي، عشان انا سن كبير في، يعني انا عندي 58 سنه وشويه، يعني مش ينفع ان انا امشي يا على استاذ عبد الله؟ مش كبير ولا حاجه. ماشي، يعني ينفع ان انا امشي على كبسول المركب اللي فيه حاجه اسمها شيفيني على طول، والكبسول اللي فيه فيتامين سي بس ريتارد او زنك كده، وانا عملت تحليل بي كومبلكس وطلع فوق 2000، هل كده ينفع اخد تاني ولا ايه؟ وعندي مشكله في الجلد يا دكتور، انا بعرق لما باجي اكل، وبالذات لو حاجه حريفه وسخنه ودرجه الحراره تكون يعني في الشتاء اكتر، ومن ناحيه واحده في دماغي بس في وشي يعني. وشكرا. طب معلش انا عندي سؤال بس استاذ عبد الله. ثواني، فانا حضرتك بتقول ان انت بتعرق فين معلش؟ في الشتاء؟ بعرق في الشتاء اكتر من الصيف، في نص وشي الاولاني. نص وشك الاولاني ده اللي هو عند الجبهه يا فندم؟ ايوه، في نص وشي، يعني نص دماغي وصدري ورقبتي وكتفي. تمام، ده لما بتتعرض مثلا في الشتاء اكتر، ولما باجي اكل اكتر ولو حاجات حريفه وسخنه. تمام، لما بتشرب حاجات سخنه ولا لما بتاخد شاور مثلا او حمام سخن او بخار او كده؟ لا لا، لما باجي اكل، ولما باجي اكل حاجات حريفه. تمام، حاجات حريفة اللي هي حراقه يعني. وبالذات واكتر في الشتاء مش في الصيف. طيب خليني انا هرد على سيادتك. اولا انا بحييك على اهتمامك بصحتك والمناعه يا دكتوره. حاضر، بشكرك يا استاذ عبد الله. في ريتارد وشيفينيا وبي كومبلكس. بشكرك. تمام دكتور. تمام، اولا انا بحييه جدا جدا، يعني انا بحترم قوي الشخص اللي يكون مهتم بصحته بالمنظر ده. هو ده اللي انا بتكلم عليه بقى، الشخص اللي يبقى حريص بالمنظر ده. حتى حضرتك علقتي وقلت له حضرتك مش كبير. لا. هو بقى، هو ليه مش كبير؟ هو ليه فعلا يعني ان شاء الله هيفضل مش كبير؟ تمام، لان هو واعي لنفسه. تمام، ف
فبياخد الفيتامين سي، بياخد الزنك، بياخد الاكريشيا زي ما انا سمعت عشان يقوي المناعه بتاعت الصدر، لان ده عشبه محترمه جدا بتقوي مناعه الجهاز الرئوي. تمام، طبعا دي ما فيش منها اي مشاكل ان انت تكمل عليها. البي كومبلكس حتى لو تحليله كويس معاك ما فيش اي مانع ان انت تاخد حقنه كل اسبوع كاحتياجات جسمك. تمام، لان احنا بنحصل على البي، على فيتامين ب من الفواكه والخضروات والكلام ده كله، فمفيش اي مشكله ان انت لو تاخد حقنه، لان ده ووتر سوليبل فيتامين، يعني مفيش مشكله منه خالص، ومش هيعمل اي مشكله في الجسم ان هو لو في منه حتى اي زياده. طب بصي، انا عايزه بس اقف عند النقطه دي شويه. ليه؟ لاننا عندنا مشكله مع فيتامين بي ده، بي 12. كل الناس تقريبا ومعظم المصريين بيحبوا الفيتامين ده بالذات، يعني جدا بيحبوه جدا وبيقدروه جدا وبيقدروه على حتى الناس اللي بتعاني من السكر زي ما انت قلتي بياخدوه بشكل منتظم. الناس حتى اللي ما عندهاش مشاكل ولا سكر يقولوا بي 12 ده بيقوي الاعصاب وبيخلينا كويسين، بيخلينا ما نحسش بمشاكل في العظم في الشتاء، فناخد على طول بي 12. فبياخدوه كتير جدا. انا هقول لك هل لي يعني اثار جانبيه؟ بص يا قلبي بقى، اول حاجه ان البي كومبلكس مش ده حقيقي يا دكتور؟ انا هقول لك بقى من عزه احنا كمصريين. بص يا قلبي، هو فعلا من الفيتامينات الامنه عامه. تمام، لانه حاجه اسمها ووتر سوليبل، احنا عندنا فات سوليبل ووتر سوليبل. يعني ايه؟ انا هرد على سؤالك على فكره مش نفسي. تمام، الفات سوليبل معناها ان في بعض الفيتامينز اللي لازم ناخدها بحذر جدا، ولازم نكون عاملين فيها تحاليل معينه عشان ما تتاخدش باوفر دوز، او ناخدها بجرعات عاليه تضرنا. تمام، لان لو زاد المخزون منها فده يضر احد الاعضاء. اما الووتر سوليبل زي مثلا الفيتامين بي او الفيتامين سي او الكلام ده كله، ده ممكن ناخده وهيفيد بالجسم ولو حصل يعني، ولكن ده مش موجود ان في اكسس او زياده. تمام، فدي ممكن تخرج من الجسم عادي خالص، مش هتتخزن ولا تضر باي شيء. طب هو ليه مهم؟ ليه مهم؟ لان ببساطه شديده احنا اي حاجه عندنا في جسمنا بتتجدد، خلايا العظام بتتجدد، خلايا الدم بتتجدد، خلايا الجلد بتتجدد. تمام، كل دوت لو حد اتكسر بيلم العظم، لو حد اتجرح بيلم الجرح، لو حد كل دوت بيتجدد، الدوره الدمويه بتتجدد، كرات دم حمراء وبيضاء والكلام والصفايح والكلام ده، الا الاعصاب، الا الخلايا العصبيه ان تم فيها ديجنريشن او تلف لا يتم تجديدها تلقائيا من الجسم. تمام، ثم تمام، بما ان الخلايا العصبيه او الشبكه العصبيه هي او النيرفس سيستم هي اللي ماسكه الجسم كله، تمام، ومتحكمه في الجسم كله. تمام، يا احنا لو شفنا كده هيكل للجسم هنلاقي العضلات، هنلاقي العظام، هنلاقي الاورده، الشرايين، هنلاقي شبكه منتشره في الجسم كله وهي الاعصاب، من اول المخ والعمود الفقري الى اخر طرطوفه، تمام، في عقلة الصابع. بدليل ان لو قصيتي ضفر حضرتك، تمام، ودخلتي شوية على حتة الجلد بتقولي اي، فدوت معناه ان انت عندك عصب لغاية اخر ملي في جلدك. تمام، طيب انا عشان كده قلت ايه من شوية، مريض السكر ليه لما بيهمل او ما بياخدش حاجة لالتهاب الاعصاب، وانا بركز على الحتة دي عشان بنشوفها كتير قوي قوي في حالاتي، ان يجيلي ناس عيني العصب البصري عندها تلف او عندها عدم احساس بالاطراف او الكلام ده كله، ويبقى السبب ان هو ما اهتمش من البداية وهو عنده سكر. تمام، فانا بقول على كده، غير تساقط الشعر اللي بيحصل، غير كل الكلام ده. لكن انا لو عندنا نسبة كبيرة قوي من مرضى السكر يعني. دكتور بس خليني اقول، لو انا اخدت جرعات كتيرة من فيتامين بي 12، لا ما انا هقول لك الجرعة كتير من الناس بتعمل، لا انا هقول لك ضرر، لا هقول لك الجرعه المناسبه ايه بقى، ما احنا جايين هنا عشان ايه؟ نوعي الناس. احنا بنقول يا قلبي احنا مثلا دلوقتي حسب السن، احنا من اول الطفل اللي عنده سنه تمام نقدر ان احنا نديله الفيتامين ب. وبندهوله ليه؟ بندهوله عشان فاتح شهيه، وبندهوله عشان هو مسؤول اصلا عن وظائف حيويه كتير قوي في الجسم. مثلا اللي عنده سنه وعنده سنتين والكلام ده كله، بنكتفي جدا ان احنا ممكن ندي غطا، تمام، اوكي، وحاجات كتيره جدا بيعالجها كمان. فاحنا بنقول مثلا هندي ايه؟ وتشققات الجلد كلها وتشققات الشفايف. انا لاحظت كمان يا دكتور وحياتك تصلحي لي، هو فعلا ليه علاقه ولا لا؟ الشعر بيحسن الشعر جدا. بالظبط بالظبط، الفيتامين ب بكل اشكاله، بكل اشكاله، فهو مهم جدا لصحه الجلد وصحه البشره وصحه الشعر. وبدليل لو احنا جينا لقينا حد عنده تشقق جامد جدا في الشفايف كده، ده اكيد نقص فيتامين ب، اكيد.
تمام. مثلا انا بدي مثل بسيط يعني تمام. وغير كده بقى هو مهم في كل حاجه زي ما اتفقنا، الخلايا العصبيه وكده. طب ايه الجرعه؟ ايه الجرعه برضو؟ احنا لو خدنا حقنه كل اسبوع تمام مش هتضر في اي شيء، لو خدنا حقنه ايا كان نوعها كل 3 ايام مش هتضر في اي شيء. طب مش عايزين حقنه، لو احنا خدنا الاقراص اللي تحت اللسان دي واحده في اليوم مش هتضر في اي شيء، لو خدنا قرص اللي هو البلع بعد الاكل مره في اليوم ايا كان نوعه، ايا كان نوعه مش هيضر في اي شيء. طب معلش، سواء كانت حقنه كل اسبوع او قرص تحت اللسان كل يوم او قرص بيتبلع كل يوم، تمام، لفتره قد ايه يا دكتور؟ براحتك. براحتك يعني مفتوحه خالص؟ الفتره مفتوحه يا جماعه، عشان بس بقول المصريين بيحبوا الفيتامين ده جدا. مفيش اي مشكله، بس شرط ان لو هناخده قراص بتبقى تقيله شويه على المعده. أيوة. للناس اللي معدتها حساسه فلازم يكون بعد الاكل والمريض ما عندوش ايه مشكله في المعده. طيب استاذ سامح. الو الو. اي استاذ سامح اتفضل. والله كنت عايز اسال. اتفضل. الو. لا في مشكله يا استاذ سامح، اتفضل قول سؤالك. والله كنت عايز اسال على الثعلبه في الشعر. ثعلبه. كنت عايز اسال على الثعلبه بتاعت الشعر. تمام تمام. أوكي. بشكرك جدا. عايزين بس نجاوب الاول على التليفون الاول استاذ عبد الله وبعد كده استاذ سامح. استاذ عبد الله انا بقول لك مفيش مشكله خالص ان لو حضرتك استمريت على الفيتامين سي، بس عامه احنا بنقول ان احنا ممكن ناخد الفيتامينز، الفيتامين سي، الزنك او الكلام ده كله، يستحب ان احنا في الفيتامينز عامه ناخد 3 شهور ونريح شهر ونرجع نكمل تاني تمام. وممكن كمان ما نعتمدش توتالي على ان احنا ناخد الاقراص، يعني ممكن برده ناخد خضار وفاكهه كتير. تمام، كل الخضار وكل الفاكهه ربنا عامل فيها كميه فيتامينات غير يعني محصى حقيقي يعني. تمام، فاحنا نستمد من الاثنين تمام كده. ده بالنسبه ان هو ايه الفيتامين سي والزنك. الحاجه الاخيره التصهد اللي هو بيقول عليه ان هو لما بياكل حاجات حراقه او مشطشطه تمام او بياخد حاجات سخنه بيحصل تعرق. تمام، اولا ده لان نظام الحرق عندك محترم، ده اول حاجه. تمام، تاني حاجه المسام عندك نشطه وجميله تمام، فبالتالي بيحصل هذا التعرق او الاحمرار او الكلام ده كله نتيجه ان ايه، ان في تفاعل في الجسم وان الحرق عندك كويس جدا بتاع الدهون وان صحه الجهاز المناعي كويسه، فده شيء ما يقرقكش خالص خالص. ولو مضايقك بقى ان البشره حساسه او بتحمر او كل الكلام ده، نقدر نستخدم اي كريم طبي ملطف للبشره، يعني نروح الصيدليه نقول عايزين كريم ملطف تمام بس يكون طبي تمام، اللي هي الامبولات الطبيه مش البرطمانات والحاجات اللي هي الكوزموتكس المستحضرات. وحضرتك مجرد ما تستخدمها الدنيا هتبقى ظريفه جدا مع حضرتك، وتستخدم بقى صابونه للبشره الحساسه وهيبقى الدنيا زي الفل. طيب استاذ سامح اتكلم على الثعلبه، والثعلبه دي انا بسمع يعني حضرتك تاكدي لي انها من الامراض المناعيه. تمام. يعني ليها علاقه بالمناعه. تمام، مناعيه ونفسيه. مناعيه ونفسيه. ممكن حد يحصل له مشكله نفسيه يفاجئ بان بقى حصل فيه دواير في الشعر، ويبقى هو مهتم بشعره جدا ومناعته جدا وفيتاميناته جدا، ايه ده حصلت منين بقى الدايره اللي فجاه حصلت فروه الراس دي؟ فدي مناعيه، فدي قصدي نفسيه. مناعيه لاني برضو بعض الناس عندهم مشكله في ان هم مش مهتمين بالفيتامينات اللي خاصه بالشعر او باكلهم او بشربهم او كل الكلام ده، فنتيجه لذلك تمام، او مثلا فتره حمل، فتره رضاعه، حد طالع مثلا مريض سكر، حاجات كتير جدا بتؤدي الى تساقط في ايه، في الشعر تمام. بوادر صلع وراثي عند الست او الرجل. طب ايه بقى الدنيا؟ بس بتميل اكتر لسوء التغذيه والنفسيه. علاجها بقى نتكلم بقى، نخش في علاجها على طول. اولا لازم بندي فيتامينات هامه جدا بالشعر تمام، ودي بيخش فيها مواد كتيره جدا، من ضمنها البيوتين ومن ضمنها اقراص الثوم، ولازم نستخدم زيت ثوم يبقى نقي، ولازم نستخدم ندي كمان زي ما قلت لك اقراص ثوم، وننصح كمان بان احنا نستخدم مستخلص ثوم وندعك بيه المنطقه بتاعت الثعلبه. انا ضد ان احنا نشرح ونعمل، وفي ناس تقول لك طب نشرح الحته دي عشان يبقى فيها دوره دمويه نشطه، الناس بتعمل كده للاسف يعني. معقول؟ انا ضد. يعني يشرحوها يعني يفتحوها كده عشان خاطر الدم يوصل في المنطقه دي ويحصل بقى انتاج شعر جديد تمام. انا مش بحب الكلام ده. هو وطلع واحنا نشكر ربنا من عليك. انا متهيالي ان دي حاجه خطيره جدا، بيعملوا يعني الكلام ده للاسف تمام. طب ويرجع يطلع شعر فيها تاني بعد التشريح؟ ما هو انا ما بحبش كده.
يعني في علاج ونتائجه محترمه جدا مع مئات الناس. صحيح. من غير الكلام ده خالص، تمام؟ بس كده. فالثعلبه ليها علاج، الثعلبه ليها علاج وبحالات واقعيه كتيره جدا يعني وموجوده. وبيرجع يا دكتور الشعر يرجع طبعا بيرجع يطلع تاني في نفس المكان طبعا. بس ازاي؟ بمواد معينه، يعني احنا بنستخدم مواد موضعيه معينه، وبنستخدم فيتامينات للشعر، وبنقوم الجهاز المناعي، وبنحاول ان المريض يعني يعمل اوفر كومينج او يتجنب المشكله اللي تعرض لها لو مشكله خلاص، يبعد بقى عن الاسترس لو هو ده اللي بيأثر عليه عشان يعني بيخليه عنده تساقط في الشعر. بالظبط. اوقات ان احنا لازم بنهدي بقى اللعب كده ايه في الحاله العصبيه، تمام، وناخد الفيتامينات اللازمه، تمام، وبعض المستحضرات بقى اللي هي بتقوي تاني انتاج الشعر، تمام، ودهانات بتحرك الدوره الدمويه تاني في المكان، تمام. وما شاء الله يعني ما شاء الله ممكن شهرين بالكتير وتبقى المنطقه كلها طلع فيها شعر جديد ويبدا يطول وخلاص على كده. دكتور بعد ما يبتدي تنتشر على فكره ممكن تعمل بقاع كتيره، يعني ممكن تبدا بواحده وتبقى 2 3 يعني 4 حتى هما بيقولوا هي بتعدي، يعني ممكن يبقى في كذا بقره فاضيه في الشعر. هي بتعدي نفسها. بتعدي نفسها. هي بتعدي نفسها، يعني هي بتعدي نفسها في نفس المكان في نفس الفرق. هو دلوقتي استمر وبتوصل للدقن كمان عند الرجاله. طيب هو دلوقتي اخذ الادويه وطلع فعلا شعر في المنطقه اللي فيها فراغ دي، هل يوقف الأدوية ولا بيفضل مستمر معاه فترة؟ بياخد العلاج 3 شهور، تمام، وممكن أنا ما عنديش أي مشكلة أن هو ياخد الرقم من الكنترول لو أن احنا يعني أنا أقدر أساعده كويس جدا بإذن الله. هايل. طيب أستاذ سامح بقى حياتك هتتكلم تاني وتاخد رقم ويبعتلي على الواتساب وأنا هعمل نرمين يعني وهي يعني مشكورة، اعتبر نفسك بإذن الله خفيت بأمر الله وهي مشكورة هتساعدك بس إن شاء الله. طيب إيه المشاكل التانية اللي ليها علاقة برضو بجهازنا المناعي، ولما يحصل خلل في جهازنا المناعي بتتأثر في الجلد والشعر؟ تمام. بصي بقى كمان احنا ممكن كمان نتكلم على حاجة مهمة اتكلمت عليها قبل كده، ان برضو في ناس كتير تجيلي بقشرة شعر مزمنة او مش موسمية، مزمنة، تمام، وفي نوع من انواع بقى قشرة الشعر اللي هي بتبقى طبقات كده او سكيلز، يعني مش باودر، لا يعني بتبقى حاجة صعبة جدا، تمام، وطبقات كثيفة تؤدي الى ان الشعر يتساقط بقى كمان، يعني بتبقاش المشكلة بقى مشكلة قشرة او منظر او الكلام ده كله او احساس بالحكة او الهرش او عدم الارتياح، لا ده بيخش كمان بقى في تساقط شعر جامد جدا. طب ده ممكن بقى نعمل ايه؟ ده برضو مناعة، المريض هنا لازم ياخد اوميجا 3 وياخد فيتامينز لازمه وياخد زينك، ونبدا ان احنا نديله ممكن حاجات، لان ده ممكن يخش بقى تحت بند ايه؟ قشره فطريه، فلازم ياخد اقراص مضاده للفطريات، عشان كده ايه بتفضل ماسكاه ومش هتروح ابدا لوحدها، وممكن تمسكه بالسيدي. صحيح. وفي ناس تقول احنا استخدمنا شامبوهات خاصه بالقشر وبرده بيروح لفتره. بالظبط. انا بيجي لنا ناس يقول لك انا بقالي سنين عندي القشره. لا يعني يقول ايه بيروح لفتره وبعد كده يرجع مره ثانيه القشر اكتر من الاول. لان العلاج ما كانش حبيبتي، لان احنا في فرق بين علاج العرض وعلاج السبب. احنا بنعالج، احنا كصيادله اكلينيكيين بنعالج بالايتيولوجي، يعني سبب الداء. فلو عالجنا سبب الداء، تمام، ويقول لك ان عرف ايه السبب بطل العجب. في فرق كبير بان انا اعالج العرض حقيقي، ده مثل قالوه يعني اجدادنا، والناس دي كانت عندها خبره رهيبه. ياما ناس من اجدادنا استخدموا حاجات احنا ما كناش فاهمينها. لا على فكره انا بحب جدا الامثال الشعبيه دي، أنا وبشوفها على فكره في اوقات كتير. صح. تعرفي انا في دراستي ولما عملت الدبلومات وفي اثناء دراستي وكده، وكل يعني لما عملنا يعني وانا ما زلت كل يوم الواحد كل يوم بيتعلم حاجه جديده، بقيت اقول هي الناس دي قالت مره الكلام ده بناء على ايه؟ ازاي كانوا مثلا قالوا على فكره كذا؟ هي بناء عن خبره وتجارب واسعه جدا. ده حقيقي يعني. بدليل. والمشكله ان ممكن يعني ده يا كلام علمي جدا. صح. يعني كلام علمي واصله علمي جدا، ازاي هم قالوا ما تعملوش كذا عشان كذا، ما تعملوش كذا عشان كذا، والناس دي ما كانتش دارسه كل الكلام ده. ما هو دول يا دكتور بقى اهل الخبره. ده حقيقي. فعشان كده بنقول طيب. ايه عشان نرجع تاني لموضوعنا. انا بس هاخد تليفون بس الاول. تمام. استاذ عربي. استاذ عربي. أيوة. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحتي انا كان جات لي كورونا، انا مختي عشان ما عنديش مناعه. ايوه. فبعد اذنك الدكتوره يعني تقول لي اكل فاكهه ايه او اخد علاج ايه عشان المناعه يبقى عندي مناعه انا مختي. حاضر حالا. بس كلنا جات لنا كلنا جات لنا الكورونا يا استاذ عربي. يعني ما كانش فيا مناعه انا ولا اختي. حياتك ما عندكش مناعه. فبعد اذنك طب يعني الدكتور عايزه تسالك اسئله. السن قد ايه؟ انا عندي 45 واختي عندها 48. طب وحضرتك يعني احنا الكورونا احنا اخر موجه في الكورونا
يعني بقى لها فتره تمام. وبعدين جالنا بقى الفيروس المخلاوي والكلام ده كله. حضرتك اخر مره اتصبت في الجهاز التنفسي كدور شديد كان امتى؟ لا انا ما كانش كحه ولا تنفسي يعني, الكورونا جت لي على طريق سخونيه. ده كان امتى يا فندم عشان ممكن يتخلق عليك الامر بقى؟ في 2021. تمام تمام تمام, يعني الكلام ده من سنتين طبعا. ممكن ساعتها يعني ممكن حضرتك ما تكونش خدت البروتوكول كامل, لان مش كل الناس كانت بتاخد البروتوكول كامل اللي يأمنها مناعيا, بدليل ان في ناس الفيروس حتى الان ساب لها اثر في الجهاز الرئوي وحساسيه صدر او عمل لها خلل في الجهاز المناعي. في ناس لغايه النهارده مش بتدوق ولا بتشم. في ناس لغايه النهارده, لان الفيروس كان من مشاكله ان هو بيعمل التهاب تمام في الاعصاب في منطقه الجهاز التنفسي العلوي. وعلى فكره الناس دي كانوا بينصحوها تاخد كمان فيتامين بي. صحيح, احنا بفضل الله رجعنا لناس كتير قوي حتى الشم والتذوق. بس طب استاذ عربي خلاص, حياتك حياتك سالت سؤالك مظبوط. حاضر, تنصحني بس اكل فاكهه ايه او علاج او اخد علاج؟ هقول لحضرتك حالا. بشكرك, هقول لحضرتك حالا. جالنا ناس كتيرة جدا جدا في الفترة دي بالذات في الموجة الثالثة تمام, اللي بدأ يبقى فيها عرض فقدان التذوق والشم تمام, وضرب الفيروس العصب اللي مسؤول عن الشم ونتج عنه فقدان التذوق تمام. والناس اللي كنا بنلحقها في هذا التوقيت بفضل الله كنا بندي حاجات مضادة للالتهاب, نسبة بسيطة من الكورتيزونات تمام سريعا تمام, وبخاخة معينة في الأنف وفيتامين ب, وكان بفضل النبي يعني بفضل الله وزنك كانوا بيرجعوا يدوقوا ويشموا تاني. أما الناس اللي حصل مع إن هم ما تعالجوش بهذا الكلام ومحدش نبههم لهذا الكلام, فضلوا بالسنين لدرجة إن في ناس لغاية النهاردة للأسف بقى بتشم ريحة عفن كمان بقى للأسف. وده عرض بشوفه كتير لناس خلاص مفيش امل ان هم يرجعوا يشموا تاني اي حاجه ويقدروا يميزوها تمام. وده على فكره ده شيء قاسي جدا ان انا اعيش في الحياه دي مش بشم اي ريحه غير ومعظم الحالات دي دخلت اكتئاب للاسف. طيب دكتور, الحالات دي اللي هي بتشتكي ان هي لسه ما رجعتلهاش حاسه الشم, هل ينفع عن طريق العلاج اللي حضرتك بتتكلمي عليه دلوقتي يرجع ما يسكتوش يحفزوا العصب تاني, يحفزوا العصب تاني وما يسكتوش. انا جات لي حاله بعد سنه, يعني جات لي انا فاكره جدا جدا جات لي حاله بعد الموجه دي بسنه, ما كانش بقى فيه العرض ده واشتغلنا عليها بفضل الله. احنا رجعت بعد اربع شهور, بس كان ايه البنت دي ولا كانت بتشم ولا بتدوق, واي حاجه بتدوقها وتشمها للاسف صعبه جدا تمام. المهم عايزه اتكلم بالنسبه للحاله دي, ياخد ايه بقى نقدر نفيده ازاي؟ ياخد حقنه فيتامين ب كل 3 ايام تمام, ياخد قرص زنك ايا كان نوعه تمام, وفيه نوع رخيص جدا في الصيدليات مش عايزه اقول اسمه, بس تركيز زنك 20 ملي جرام يبدا ياخده كل يوم واحده تمام. ياخد فيتامين د تمام, قرص اللي هو الجرعه اللي ممكن اي حد يقدر ياخدها, اللي هي مثلا القطره بتاعه الاطفال دي, عشان مش عايزه اقول جرعات كبيره او اقراص ايه تحسب عليا, لان ده لازم يبقى فيه تحاليل, ولكن القطره بتاعه الاطفال دي احتياجنا اليومي كانك قعدت ساعه في الشمس تمام. ياخد قطرتين ثلاثه تمام من الفيتامين بتاع الاطفال النقط تمام, ياخد اي فيتامين شامل بعد الفطار, اي نوع فيتامين شامل, خش الصيدليه قول له عايز اي قرص فيتامين فيه كل حاجه تمام بعد الفطار, امشي على هذا الكلام وكل خضار وفاكهه كتير, كل حاجه ربنا خلقها جميله وفيها فوائد لا تحصى. احنا بناخد اهميه الفيتامينات من الفواكه والخضار والبروتينات اللي في اللحوم او البروتين النباتي, كل ده ربنا خلقه زي الفل. انا عايز اسالك على الفيتامينات سؤال بس بعد مريم. مريم الو, مساء الخير. مساء النور, اتفضلي. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا معاكي. لو سمحتي يا دكتور, انا عندي القولون وباكل الحاجات اللي حضرتك بتقولي الخضره والفاكهه, بس انا باكل الخضره بتتعبني وبحس بالانتفاخ لان عندي القولون العصبي, فانا اعمل ايه دلوقتي؟ يعني باخد مهضمات, المهضمات بتبقى مشكله يعني لو استمرت عليها باستمرار, لان انا دي حوالي 7 سنين. طب بصي حبيبتي, طب بصي حاجه للقولون العصبي. طب بصي, طب بصي, اولا انت عصبيه تمام, ده اولا. فاول حاجه في دواء مفروض هتاخديه مسؤول عن القولون العصبي تمام في الصيدليات, وبرده لو عايزاني افيدك اكتر تقدري تاخدي رقمي, ده اولا. ثانيا ابتعدي عن الحاجات اللي تعصب القولون تمام. مش المهضمات يا بنتي هي الحل, مش المهضمات خالص, ابعدي عن المعده,
مالكيش دعوه بيها، تمام؟ انت خدي الاكل اللي يريح القولون، تمام؟ وفي نفس الوقت كمان بين ان واخر كده خدي مطهر معوي، تمام؟ زي المواد اللي فيها، انا مش عايزه اقول اسماء، بس هو في اسماء معروفه جدا في السوق، مطهر معوي لما يكون في اسهال مثلا بتاخديها، مش هقول اكتر من كده. لا انا عندي امساك يا دكتور. عندك امساك؟ لا انا بقول لك انت كل اسبوعين كده خدي جرعه مطهر معوي، حتى لو انت عندك امساك او اسهال. انا مش واخداها عشان الاسهال، انا واخداها عشان انظف القولون، تمام؟ من اي بكتيريا. باخده بيخلي معدتي تتعبني، انا بحس انها ايوه حبيبتي. بصي بقى، اولا انا بنصحك اول حاجه ان انت تعملي تحليل بكتيريا حلزونيه، ده اول حاجه. حللت لقيته سلبي يا دكتور. الايه؟ سلبي، حللته. عملتي بكتيريا حلزونيه طلع سلبي؟ اه. طيب يبقى المشكله كلها يا قلبي ان انت عصبيه، والعصبيه دي بتزود حمض المعده، تمام؟ فبتزود عندك الم المعده، وبتعمل عندك عسر هضم، تمام؟ وبالتالي لما الاكل ما بيتهضمش كويس فبيخش على القولون وهو مش مهضوم، تمام؟ وكمان بعض الاكلات اللي ممكن كمان تكون بتعصب القولون بزياده، بجانب اصلا بقى ان عصبيتك دي بتعصب القولون بزياده، وممكن تاثر معاك التهابات المعده او القولون ان تعمل لك الم لغايه القلب وتفتكر ان انت عندك مشكله في القلب، تمام؟ اه صح، بيحصل كده دكتوره. ده حقيقي، تمام؟ فاحنا بنعمل ايه بقى هنا؟ اولا بنبعد عن الخيار، تمام؟ بنبعد عن الجرجير، بنبعد عن الكرنب، الارنبيط، الالبان، تمام؟ الجبن الثقيله، تمام؟ الزيوت، تمام؟ كل دوت هيخليكي في منطقه امنه جدا جدا. بنبعد عن الحراق والبهارات والشطه، وخلينا في الاكل البسيط، وخلينا في الزبادي، اللبن الرايب، العسل النحل، تمام؟ يكون نظيف وجميل وجايباه من مصدر كويس، تمام؟ هيفيدك جدا جدا، تمام؟ وزي ما قلت لك كده، وتاكلي الاكلات اللي تريح. انت حتى لو دخلتي حتى على جوجل قلتي ايه الاطعمه اللي المفروض نتجنبها مع القولون العصبي، تمام؟ هيفيدك جدا ويقول لك ابعدي عن كذا وكذا، وانا ذكرت لك جزء منهم حبيبتي، تمام؟ غير كده يا دكتوره معلش، في دكتوره كتباني على فيتامين د وفيتامين بي. مفيش اي مشكله، بس فيتامين بي لو اقراص فانت لازم تاخديه بعد الاكل عشان هيتعب المعده بزياده. حقنه كل اسبوع. ماشي مفيش مشكله، بس لازم تكوني واكله برضو. ماشي. يعني حتى الحقن، في ناس بتفتكر ان حتى الحقن لما ناخدها مش تتعب المعده. لا، الحقن برضو لازم نكون واكلين، حتى لما يكون في طفل جاي عايز ياخد حقنه مضاد حيوي او حد كبير او ايا كان، لازم نقول له انت واكل ولا مش واكل، تمام؟ لان ربما برضو الحقنه دي اول ما ياخدها يفرهد، يقع من طوله لانه مش واكل حاجه والمعده فاضيه، تمام؟ فلازم اي حقن يا جماعه لازم برضو نكون واكلين، لان هي حركه دوره دمويه يعني. بشكرك يا مريم والف سلامه عليكي. دكتور انا كنت بقى عايزه اسالك ايه عن الفيتامينات، لانه الفيتامينات دي عليها اقاويل كتير قوي والناس بتحبها برضو، يعني دايما احنا بنحب اساس الجهاز المناعي حقيقي، بس في ناس تقول لك ايه انا بتعب قوي من الفيتامينات، يعني اول ما اخد الفيتامين احس ان هو تقيل على معدتي ومعدتي بدات ترتبك وتتعب. اقول لك في ناس تقول ايه لا انا مش هاخد فيتامينات خالص، انا ملياش في الفيتامينات، انا هاكل الحاجات اللي خلقها ربنا من مصادرها الطبيعيه. يعني عندنا خضار وفاكهه بالوان كتير جدا مختلفه، وسمعنا ان كل لون ليه فوائد غذائيه معينه، فانا هعمل طبق سلطه عظيم كده مليان كل الالوان اللي في الدنيا، خضار يعني مختلف بالوان مختلفه، واكل فاكهه كتير وكده انا تمام جدا، مش محتاج الفيتامينات في حاجه، وايه اللي صح؟ مفيش شك ان اولا فايده الحاجه الفريش وفايده الحاجه اللي جايه من الطبيعه، تمام؟ مفيش مثيل ليها. خليني بقى ايه اجزم على هذا، لان ايه لو انا بقى بتكلم كدبلوم التغذيه ومناعه فانا لازم ايه ما يعني محيطش عن هذا الفكر، تمام؟ ولكن في حاجه مهمه جدا، انا ممكن ما اخدش نسبتي لو انا عندي بقى نقص مثلا في فيتامين ب، عندي مثلا نقص في الزنك، عندي نقص في الفيتامين د، عندي نقص في فيتامين سي، عندي نقص في فيتامين، عندي نقص في البيوتين، عندي نقص في الكولاجين، تمام؟ طيب ما هو في الحاله دي انا لازم اخد سبلمنت، يعني اخد مكمل، بدليل يا جماعه ان العلب دي مكتوب عليها مكمل، مكمل مش مكتوب ان انت تاخدني وما تاخدش حاجه غيري، تمام؟ او ما تاكلش، تمام؟ ولكن احنا بنقول دايما ده جنب ده، والله انا عارف ان انا كامل مكمل وما عنديش اي نقص في اي فيتامين يبقى تمام، ولكن لو انا شاعر بان انا مثلا عندي مثلا كسل
خمول، تعب في العظام، مثلا تساقط في الشعر، معدل الحرق عندي قليل، بعمل دايت وبخس، بحرم نفسي وبعمل وبعمل وبرضه ما بنزلش في الوزن، عندي الحرق ضعيف، عندي بروده في الاطراف، عندي وعندي مناعتي ضعيفه، لا يبقى انا لازم اقول بقى ده انا ممكن اعمل تحليل فيتامين دال، ده الموضوع في ان تمام. يبقى مهما بقى هتاكلي قد ايه بقى مكسرات عشان الفيتامين دال، هتاكلي قد ايه جبن والبان عشان الفيتامين دال، هتقعدي ساعه في الشمس تمام وتبعدي عن الاشعه الضاره اليو في اي واليو في بي، هتختاري ساعه معينه اللي يكون فيها تستفادي من الشمس من غير ما تاخدي ضررها تمام، هي دي الفكره. فبالتالي بنلجا ان احنا ندعم بجزء اضافي عشان ندعم الجسم تمام. ده مثلا وقلت لك ايه الاعراض بتاعت نقص فيتامين د بالمره كده تمام. طب تعالي نتكلم عن الحديد. طب ما انا ممكن اخد عسل اسود وبتنجان وعدس بجبه ولحوم وكل الكلام ده عشان اغطي نقص الحديد، وتفاح وموز والكلام ده كله تمام، ده شيء عظيم. طب هل انت تضمني لي ان انت برضو بتاخدي النسبه كامله كل يوم في وجباتك تمام؟ ممكن طب ما احنا ممكن ساعات ناس تعمل كده وتلاقي عندها هالات سودة وتلاقي عندها كسل وخمول ووشها بهتان وفي تساقط في الشعر، انيميا تمام، وكذا حاجه تانية يعني تمام. طب يبقى في الحاله دي ممكن يبقى محتاج ايه؟ محتاج او مثلا حد بيجي له نزيف او كلام زي كده، او الدوره الشهريه بتطول او بتيجي مثلا جامده شويه. فانا بجيب لك حالات من الواقع، من حالاتنا اللي بنسمعها كل يوم تمام، عشان دي اللي بتلمس الناس قوي تمام. طب في الحاله دي نعمل ايه؟ في الحاله دي ممكن ناخد قرص حديد تمام عشان ايه؟ ندعم الدنيا، او ناخد ماده اللاكتوفيرين تمام مثلا تمام، وده مش عيب. انا عايز اسالك على دي، احنا هناخد حديد بس هناخد مدام هناء كمان على التليفون تمام، مفيش مشكله. مدام هناء الو. الو حبيبي السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا مدام هند؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انت كويسه؟ الحمد لله. اتفضلي دكتور معايا. ميرسي، الله يخليكي، ميرسي لبرنامجكم الجميل ده. شكرا متابعينا. الله يخليك حبيبي. انا بسال الدكتور، بس انا حفيدي عندي سنه وثلاث شهور، كل ما ياكل حاجه يعمل طفح جلدي بطريقه رهيبه، وبرده تعبان، مره مساك مره اسهال. شوفي رحنا لدكاتره كتير ومفيش فايده، وعملنا تحاليل اطعمه وعملنا تحاليل احسيه حساسيه، كل ده قال لك في حساسيه اطعمه وجميع الاطعمه ممنوعه عنه، لدرجه انه تعبان جدا وصعبان عليا. فمش عارفين تعبنا، ويعني مش عارفه نعمل له ايه، طفح جلدي على طول وفتحه الشرج ملتهبه على طول، ومش عارفه. ده بالنسبه لحفيدي. اما معلش بالنسبه لسؤالي، انا كل ما اتعرض للشمس هيحصل لي طفح في ايدي على طول، ما اعرفش، الوحرش كتير في ايدي، وبمجرد ما احط اي حاجه يهدى، وبظبط الاقي الموضوع ده بيتكرر معايا كتير. واشكركم جدا ومعلش على معلش انا عندي سؤال يا فندم، معلش قبل ما تقفلي من فضلك. الطفل اللي عنده سنه وثلاث شهور ده تمام، بداتوا تاكلوه من امتى؟ من 8 شهور و9 شهور بدأنا ندي حاجات ونحلل، يعمل ند مامته تدي حاجات ويرجعوا يحللوا، ويقول لك الحساسيه شديده جدا، والدكاتره مذهبين لان في عيل اللي عنده دلوقتي سنه وثلاث شهور الحساسيه شغاله، كل الاطعمه بتاعته كده كل ما ياكل اي حاجه، يعني الولد تعبان جدا مش عارفه نعمل له ايه. استني ثواني حبيبتي، ثانيه واحده. اتفضلي حبيبتي. عايزه تقولي لي، بصي عشان ساعات في حساسيه بتكون من الجلوتين او ممكن الحاجات اللي هي زي القمح او الكلام ده كله، وفي حساسيه بتبقى من حساسيه الالبان، ودول اكتر اتنين. انت ما هو اللبن، ما هو صح اللبن، بس هو قال لك المفروض يكون سنه وخلصنا، والولد عنده 3 شهور وتعبنا. لا بصي يا حبيبتي، مش شرط. وبعدين في دكاتره شاطره جدا بتعرف تعالج حساسيه الالبان بالتدريج تمام. في دكاتره شاطره جدا، روحي الدكتور واثنين وثلاثه، لاني مش معنى ان حد عنده حساسيه البان هيفضل بيها الى الممات بعد الشر، ولكن لا يعني لغايه ما يعجز، لا 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 خالص. انا خايفه من دي بقى، انا خايفه من دي. لا ما تخافيش، بس خليكي روحي الدكتور واثنين وثلاثه، وهيبدا يقول لك تعملي ايه وتدخلي جرعات شكلها ايه تمام. وغير كده لو احنا ممنوعين من الالبان او منتجات الالبان، يا حبيبه قلبي ربنا عامل كالسيوم كمان في الخضار والفاكهه، ده اللي انا عايزه اقوله لك تمام. وفي كالسيوم هتاخديه برضو، اللحوم اخبارها ايه، الفراخ الكلام ده كله اخباره ايه برضو، فيه بيعمل طفح جلدي عليه برضو لما بياكله. ايه الحاجات اللي بياكلها ما بتعملش عنده مشاكل؟ الكوسه، البطاطاية، الحاجات الخضار الخفيف جدا بس. تمام. بصي حبيبتي، بصي ركزي دلوقتي على الخضروات والفاكهه
تمام؟ وابعدي نفسك برضو عن الفاكهة اللي ممكن تعلي الهيستامين اللي هو المسؤول عن الحساسية، تمام؟ اللي يعني نبعد عن الموز، الفراولة، نبعد عن البرتقال، نبعد عن اليوسفي، نبعد عن الشوكولاتة، ونبعد عن منتجات الألبان، وما نكترش جامد في القمح. خليكي دايما في الحاجات اللي هي زي الرز، المكرونة، الكلام دوت، تمام؟ وخليكي ركزي على الكلام ده وتابعي مع دكتور واثنين وثلاثة وما تخافيش بإذن الله خير. بالنسبة لحضرتك وإيديكي، بالنسبة للتحسس اللي بيحصل أو التهاب اللي بيحصل في الإيدين، بصي حبيبتي برضو ده ممكن يبقى نوع من أنواع الحساسية أو الإكزيما، تمام؟ هقدر أفيدك أكتر لما أشوف صورة كف إيديكي وظهر إيديكي، تمام؟ ممكن برضو تاخدي رقمي من الكنترول، وأنا بستقبل كل الأسئلة أنا يعني على الواتساب من أنحاء الجمهورية كلها ودوت، من يعني في أي أسئلة خاصة بالمناعة، تمام؟ وأنا بكل صدر رحب يعني، تمام؟ بس كده يا حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا حبيبي، شكرا لك، تحت امرك حبيبتي، تحت امرك. دكتور هنرجع مره تانية للفيتامينات وعلاقتها بقى ببهتان البشره. يعني كتير من الستات تقول لك ايه، انا حاسه ان بشرتي ما بقتش منوره كده زي الاول، انا مش عارفه ليه بشرتي مطفيه ومش يعني مهما حطيت مكياج برده ما بيظهرش عليا. يعني اول مش بتسمعيها كتير دي اكيد من الستات، نضاره. ايوه بالظبط. بص حبيبتي، احنا عندنا في حاجات مسؤولة عن نسيج البشرة، تمام؟ عشان تبقى نضرة وجميلة وفيها حيوية، فانت احنا لازم نبقى محترمينها وبنقول لها انت محتاجة ايه، خدي الاحتياج بتاعك عشان تدينا الاحتياج بتاعنا. انا دايما بتعامل بهذا السيستم مع الجسم، تمام؟ فالقصة كلها ان احنا لازم ندي بايوتين. في حاجات في جسمنا بتقل مع كل سنة زيادة بنزيدها في سننا، تمام؟ فاحنا بنقول له خد التعويض، يعني مثلا انتاج الكولاجين بيقل، تمام؟ فلازم احنا ندي تعويض كولاجين، ومش بس بالمستحضرات الموضعية. في ناس كتير قوي ممكن الكولاجين يعمل لها حساسية، تمام؟ اعرف ناس كتير قوي جابت منتجات غالية جدا والنتيجة ان كان حساسية، رموها حقيقي، رموها يعني. برافو، رموها، لان بتبقى مهما كان غالية في تحسس بيحصل في البشره. الست تحط الكولاجين من هنا تلاقي وشها فقفق واحمر وعامل زي فقفيق او مفقفق كده من جوه او حساسيه، تمام؟ طب ايه ده، ازاي ده كولاجين ده اللي بيقولوا عليه حلو قوي للبشره والتجاعيد والكلام ده؟ لان ممكن حضرتك تكون بشرتك اصلا جافه او حساسه او ملتهبه او الجلد ضعيف، تمام؟ ما كانش المفروض ابدا 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 بكولاجين. عشان كده الدراسات الجديده بتقول لما يكون في جفاف او حساسيه او ضعف في البشره بنبدا بالهايلورونيك اسيد، تمام؟ ونبدا بالمرطبات اللي هي اصلا محتاجاها جدا البشره والفيتامينز، وبعد كده نلجا لخطوه الكولاجين، تمام؟ غير كده ممكن ناخد اقراص الكولاجين، ممكن الفيتامين اي مهم جدا، الفيتامين سي مهم جدا للخطوط والتجاعيد والنضاره وان البشره تنور، وبلاش برضو نجيب سيرامات الفيتامين سي عشان الكلام يبقى ايه، بتقشر البشره وبتخليها شكلها وحش. ايوه بلاش نعمل، عشان بحب دايما ابقى دقيقه في كلامي. انا بقول فيتامين سي اللي ناخده هينعكس على بشرتنا، تمام؟ اما ولو استخدمنا مستحضرات فيها فيتامين سي يبقى جرعات بسيطه، تمام؟ بس وبلاش الناس اللي بتجيب كبسولات الفيتامين اي بالمناسبه وتدعك بيها وشها عشان وشها بيبقى بعد كده.